شفيق حسن من طرف شفيق فاطمة الزهراء، اللي هي بنت خويا اللي وقع على هاد المشاكل بحي حمرية. إن كندير هاد النداء على هاد الطفلة هادي باش يقوموا بالواجب ديالهم في هاد القانون هذا، وحنا كنطالبوا المساعدة لهاد الإنسان. هذا راه إنسان معدور، ماشي شي حاجة يعني اللي كتشوفوها، راه إنسان ما فحالوش وكيطالب بحق بنته، وكنطالب المعنيين بالأمر يوقفوا معاه وياخذوا حقه في هاد الشيء هذا. وحنا راه حنا مضرورين في هاد الحالة هادي، والغالب الله ما أصبنا قدرة. كنطالبين الناس المسؤولين في هاد القضية هادي إن يوقفوا مع الطفلة هادي اللي هي ضاعت في كل من هو المصير ديالها اللي كان قدامها. كانت تقرا وكانت في هاد المرحلة نتاع التيكواندو، وإن غصبوها في أيها من حاجة كانت كتلازم هاد الطفلة هادي تعيشها. راه مدمروا لها حياتها، وراه في واحد الحالة اللي هي يعني ما كيعيشهاش الإنسان فوق الأرض. وكنطالبوا من القانون ان الناس اللي داروا هذه الحاله هذه يوقفوا في حقهم بلا ما يعني حنا نوصلوا لشي حاجه اللي هي ما مزياناش. حنا نضرينا بزاف وصبرنا وتكينا على قلبنا باش ما نوصلوش لشي عطب اكبر من هذا الشيء هذا اللي وصلنا له، ومتحملين هذا الشيء اللي عطانا الله. هذا قدر الله. بنته في العمر ديالها 13 سنه، وهذه واحد جوج سيمانات باش الغالي خويا ولا سيمانه راني ما متبتش مزيان، قال لي اودي انا شنو وقع لي. وودوها للسبيطار، من بعد ودوها قالوا لهم بنتكم راه حامله. والقانون راه في يد السلطات، ان هذا الامر ما عرفناش حنا مين نزل علينا. انا عمها وكنطالب القانون يعني باش يوقف في هذا الشيء هذا، ان راه ما غاديش نقدروا باش غادي نسمحوا في هذه النقطه هذه. ان راه اصعب نقطه كيعيشها الانسان هي باش الانسان يقيس لك ولادك ويقيس لك الشرف ديالك. هذه راه واحد الحاجه يعني ما ليهاش القانون، راه ما كيبغيش عليها شي واحد على السعيد الوطني في المغرب. حنا كنطالبوا اي واحد من المغرب يشوف في هذه الحاله اللي وقعت في حي حمريه ان يخوض عليها واحد الحاجه نتاع الاعتبار اللي راه حنا كنعيشوها حنايا، ان في واحد العيشه اللي ما عايشهاش حتى شي واحد. سمحنا في اي من حاجه في الشغل ديالنا، سمحنا في ولادنا، هملنا روسنا في هذه القضيه. يعني شكت الانسان اللي هي توقع على هذا الشيء باش حنا نخلطوا نشكوا في شي واحد، ان الطفله اللي وقع على هذا الشيء هي اللي شكت في واحد السيد وتهم جوج الاشخاص. يعني راهم تحت امر السلطات، راهم في قضيه التحقيق في هذه القضيه هذه. وحنا بالنسبه لي انا ما كنتهمش شي واحد، ان هي اللي غادي تتحمل المسؤوليه نتاع هذا الشيء هذا، وعارفه شنو وقع لها ومع من، باش انا نخلط ونقول لها ودي راه فلان دار لها ولا فلان دار لها. هذا الشيء ما نقدرش، الله هو اللي شاهد على كل شيء. احنا غير كنطالبوا من هذا الانسان هذا توقف معاه الدوله وتنقدو. وهذا الشيء راني كنوجهه للري العام وكنوجهه لصاحب الجلاله، لكل مسؤول يوقف في القضيه نتاع هذا المعذور هذا. وهاد الناس هادو اللي تكرفصوا على هاد البنت هادي وضيعوا لها الشرف ديالها ومنحوها من عدد من الحاجات اللي هي كانت كتمناهم. كما قلت قبيله كانت كتقرا تبع الدراسه ديالها، وكانت كتلعب في التيكواندو وعندها مرتبه في التيكواندو، يعني واعيه فيها ماشي نقولوا ناقصه. وكنطالب من السلطات الانسان اللي دار هذه الجريمه هذه راه ضروري خصو يخوض اقصى عقوبه. ان القانون ما غاديش يقدر باش يسمح لهذا الانسان هذا في واحد العقوبه بسيطه، خصو اقصى عقوبه باش يتحمل المسؤوليه ويتحمل التعدو على بنات الناس او اولاد الناس ولا كيما ما كان سيفت بنادم تعدى عليه، خصو يتحمل المسؤوليه في هذا الشيء هذا. هاد الناس كنعرفوهم، واحد جارنا واحد الانسان كيقرب لينا على حسب التحقيق اللي كتقول السيده اللي ارتكبت هذا الشيء هذا. الطفله هي اللي يعني عندها معلومات على هذا الشيء، واحد السيد جارنا وواحد الاقرب للدم ديالنا. وحنا بالنسبه لي انا عمها كنقول الله اعلم، ما غاديش نقدر نتهم شي واحد، ان العقاب مع الله صعيب. ماشي غادي نخلطهم بقاو نقولوا دار هذاك ودار هذاك ودار هذاك. هي اللي عارفه شكون هو اسباب المصير ديالها. ان انا حاجه وحده اللي كنطلبها من الدوله، كنطالب حقها، حق هاد البنت هادي. كنطالبوا اننا نعمها من الدم ديالها، كنطالب بحقها من القانون يوقف هاد القضيه، وكنطالب من القادات، وكنطالب من المسؤولين، وكنطالب من الري العام على المجتمع المغربي يقوم بالواجب في حق هاد المجرم اللي ارتكب هاد الشيء. فتاه في عمرها 13 سنه، الطموح ديالها كان في التيكواندو والقرايه، تدرس بمدينه تسكن بمدينه حي حمريه في عمرها 13 سنة. كان طالب كل من هو واقف في طريق القانون
ياخذ برأيي في هذه الفتاة هذه اللي هي أصبحت مجردة اعتبار لأي واحد يخرج تخرج قدامه للشارع راه ما غاديش يرحمها إلا بكلمة قصوى. إن هي راه طالبت ما تقراش في قرسيف وما تمشيش للتيكواندو في قرسيف. إن قالت لها عمي المجتمع ما كيرحمش، أنا غادي نولي نخرج للشارع، غادي نولي نسمع شي حاجة اللي ما تعجبنيش ونقدر باش غادي ندير شي حاجة في راسي.